أما البت دي النهاردة، النهاردة إيه؟ دلوقت كلامك معايا أنا يا هلال. اطلعي فوق يا ورد. المرة دي لا تلزمك ولا تلزمني. قلت لك مش هطلقها. وتتبني في بطنها؟ لا 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 لا، ما تقولش كده. احنا ما بنقتلش عيالنا يا ابو آية. احنا وزيدك مش شهر بيت بقى. انت هنا يا هلال في حكم الضيف، فما تحكمش غير على نفسك. اللي ما خدتوش بالرضا عمرك ما هتعرف تاخده عافيه.